بعد الاستقرار الذي تعرفه الوضعية الوبائية في البلاد، الأئمة يدعون الوزارة الوصية لرفع البروتوكول الصحي المعتمد في المساجد والعودة للصلاة دون تباعد، وهذا بعد تسجيل خلافات بين المصلين حول كيفية الصلاة. ندعو الوزارة الوصية لمراجعة البروتوكول المطبق في المساجد ورفعه نظرا لتحسن الوضعية العامة في البلاد. اليوم المساجد تشهد نوعا ما خلافات بين المصلين في كثير من المساجد بسبب التباعد والتراص. من جهة أخرى، ومع اقتراب شهر رمضان الفضيل، رفع المجلس الوطني المستقل للأئمة مقترحا لوزارة الشؤون الدينية حول تنظيم صلاة التراويح بصفة عادية مثل ما كانت قبل الوباء. نحن ندعو الوزارة الوصية إلى عدم تطبيق نفس الإجراءات المطبقة في رمضان العام الماضي، من على سبيل المثال تحديد توقيت صلاة التراويح بنصف ساعة. اليوم ما دام الوضعية الصحية تحسنت وإن شاء الله تتحسن أكثر في شهر رمضان، فإن شاء الله نجوز رمضان بالحالة العادية كما كنا قبل الوباء كورونا. انخفاض منحنى الإصابات بكورونا يبعث الأمل على العودة للحياة الطبيعية، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المعظم ورفع المملكة السعودية لقيود كورونا، وهو ما قد يسمح بعودة العمرة بعد طول انتظار.